يبقى شكلها عامل ازاي؟ زي الجهاز ده بالظبط. خلاص، الجهاز ده بنعمل فيه ايه؟ عندنا اول حاجه فلاسك اللي هي اللي تحتها الهيتنج سيرفس دوت اللي جواها ايه، الميه اللي عندي. خلاص يا دكاتره، بنبدا نسخن الميه الموجوده في الفلاسكه دي، تبدا تطلع لي ستيم تعدي جوه البايب ديت لغايه ما بتوصل للكوندنسر. خلاص يا دكاتره، الستيم اللي طالع دوت بيبدا يحصل له ايه؟ كوندنسيشن عن طريق الميه اللي داخله فيه كولينج ووتر، داخله اهي على ايدنا اليمين الكولينج ووتر انلت، تبدا تنزل تحت. خلاص، تبدا تسقع الايه، الستيم اللي جوه الكوندنسر ده، فيبدا يحصل ايه للستيم؟ يحصل له كوندنسيشن وينزل لي على هيئه ديستلد ووتر. طيب الكولد ووتر اللي انا دخلتها بيحصل لها ايه؟ انها بتتحول لهوت ووتر. الهوت ووتر دي بتطلع فوق وتدخل جوه الجهاز اللي هو موجود في النص ده، اسمه كونستنت ليفل ديفايس. بدل ما احنا نتخلص من الهوت ووتر ونبدا ندخل في الفلاسكه دي ميه بارده كولد ووتر من الاول خالص، درجه حرارتها زيرو، ويبدا عمليه التسخين من الزيرو لغايه الميه، لا، بياخدوا الميه الناتجه عن عمليه الديستليشن خلاص، وياخدوها بتكون درجة حرارتها مرتفعة، يعني مثلا 90 80، ما هي خلاص هي سقعت الستيم اللي موجود عندي جوه الايه، الكوندنسر ده، فبالتالي درجة حرارتها هي ارتفعت والستيم اللي جوه برد ونزل لي على هيئة ديستلت ووتر. تبدأ الهوت ووتر دي تدخل جوه الكونستنت ليفل ديفايس ده، ويبدأ وتروح للفلاسكة اللي ايه، اللي بيحصل لها هيتنج، اللي بيتم عن طريقها الهيتنج، فبالتالي بتبقى محتاجه درجه حراره قليله جدا عشان ترتفع درجه حرارتها للايه، للميه. وظيفته ايه كونستنت ليفل ديفايس دوت؟ ان هو بيتحكم في كميه الميه اللي داخله جوه الفلاسك. ما انا لو سبتها على طول تدخل من الكونتينر بتاع الكوندنسر للفلاسك على طول، هيرتفع الليفل بتاع المية لدرجة ان هو ممكن المية تدخل جوه الكوندنسر نفسه، مش هيبقى فيه ستيم. فانا لازم احافظ على الليفل جوه الفلاسك ده عن طريق اللي هو الكونستنت ليفل ديفايس، بيتحكم لي في كمية المية اللي داخلالي جوه الفلاسك، ان هي لازم تكون كمية مناسبة ان هي يحصل لها هيتنج وتطلع، يحصل لها فابورايزيشن فتطلع على هيئة ستيم. الستيم ده يحصل له كوندنسيشن في الكوندنسر عن طريق ان انا بدخل كولد ووتر، والكولد ووتر ديت نتيجة للهيت ترانسفير ما بينها وما بين الستيم، الستيم بيتحول لديستلد ووتر، والكولد ووتر اللي انا مدخلاها بتبدأ درجة حرارتها ترتفع، فبنستخدمها ان احنا بنعمل لها ايه، بندخلها في الكونستنت ليفل ديفايس على الفلاسكة على طول عشان يحصل لها عملية ديستليشن.